السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة الطبخ أسهل مع مريم. كما تشوفوا معايا في الصور، الوصفة اللي نقدم لكم اليوم مسمن المغربي أو الرغايف، مرقين تيجي ولداد وهشاش ورائعين في المذاق. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة اللي هي فعلا تستحق التجريب ومضمونة 100% بخطوات وطريقة جد مبسطة حتى المبتدئين إن شاء الله غادي ينجح معهم من أول مرة. بسم الله على بركة الله نبداو. المقادير ديال هاد الوصفة اللي يحتاجو زلافة ديال السميد الناعم جدا أو الفينو اللي معروف عندنا في المغرب، وزلافة ديال السميد المتوسط اللي معروف عندنا بسميد الحلويات، وزلافه ديال الدقيق الناعم الابيض، ملعقتين كبار ديال الحليب بودره، وملعقه كبيره ديال السكر حبيبات، وملعقه ديال الملح اللي هي على حسب الرغبه، ومن الاحسن ان تفضلهم انهم يكونوا الملح باينه في المذاق لحقاش يجيو ألد، وراس معلقه ديال الخميره الخبز اللي تعطينا واحد القوام هشيش لهذا المسمن. ونضيف الماء على تدريجيا حتى تجمع عندنا العجينه جيدا. تعتذر على الصوت ديالي لانني مصابه بنزله برد، نتمنى ان الصوت يكون واضح. المهم بالنسبه لهاد العجينه كما شفتوا معايا انني خليتها مرخوفه لحقاش كما تعرفوا ان السميد بنوعيه الناعم والمتوسط، تشربوا مع الوقت. داكشي علاش خاصنا نخليو العجينه رخوه وتتلصق باليدين كما تشوفوا معايا في الفيديو اللي غنحاولوا ندلكوها. واخا هي تتلصق باليدين نحاولوا ندلكوها لحقاش مع الوقت هي راسها غتجمع وتاخذ القوام مناسب، وباش ما تعذبناش في الخدمه خاصنا نخليوها رخوه باش حتى الى تجمعات يلاه تكون هي هذه كما تشوفوا معايا. من بعد ما غادي نجمعوها ونحاولوا ندلكوها دلك بسيط، نخليوها ترتاح ما بين 15 حتى 30 دقيقه ونغلفوها او نحطوها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح معنا. من بعد ما دازت المده ديال نصف ساعه تقريبا، قمت بتشكيل كويرات صغيره بمساعده الزيت اللي دهنت ايدي ودهنت العجين كذلك والاناء فاش نقوم بوضع الكويرات ديال المسمن باش هكا تسهل علينا الطريقه ما تلصقش لينا العجينه في اليدين. انا سنحاول نبسط ما امكن باش هاد الوصفه اللي هي المسمن ديال المغربي انها الكل يقدر يطبقها حتى اللي ماشي مغاربه وحتى المبتدئين وتنجح معاهم من المرة الأولى إن شاء الله. من بعد ما قمت بتقطيع العجين بالكامل ديالو، بالنسبة لهذه الكمية ديال الدقيق اللي استعملت عطتنا 20 حبة أو لا 20 مسمنة متوسطة الحجم، نقوم بالتغطية ديالو بالفيلم أليمونتير أو البلاستيك الغذائي ونخليوه يرتاح ما أمكن من الوقت قد ما كانت المدة ديال الراحة ديالو. غادي يسهل علينا في الخدمه وما تخافوش، واخا فيه الخميره مع الحال البارد ما غاديش يخمر، ولكن في الصيف خصنا نردوا البال لحقاش من الاحسن انه ما يختمرش معنا العجينه. في كاسرول قمت باذابه 3 معالق، كما شفتوا معايا انا هنا استعملت 3 معالق ديال الزبده، هي كميه ما قدتنيش، عاود ضفت 3 معالق اخرين من بعد. ومن بعد ما دامت زدت عليها الزيت النباتي، الزبده مذابه، وتقريبا نصف الكميه ديال الزبده سنزيدها الزيت حتى تذوب معايا الزبده، وتنزيد الزيت بارد باش هكا يهبط لي درجه حراره الزبده ونستطيع انني نخدم بها بكل سهوله. كما تشوفوا انني تنقوم باخذ الكره الاولى اللي كورتها هي اللي تنقوم بالطلق ديالها. دائما تنبداو باول كويره باش هكا تمشي بواحد الترتيب اللي تسهل علينا الخدمه. تنطلقوها مزيان فوق سطح العمل بمساعده الزيت، ومن تطلق لينا نحصلوا على السمك المناسب تنرشوا مزيج الزبده المذابه والزيت النباتي، وتنرشوا بالسميد
المتوسط او السميد الناعم اللي متوفى. كما تشوفوا معايا سنحاول انني ما امكن نبسط لكم الطريقه. كما تشوفوا الطريقه راها جد موضحه في الفيديو، خليكم مع الصور. بالنسبة لهذه اللقطة أنا تعمد نخلي لكم هذه اللقطة اللي فيها الثقب، ما تخافوش واخا تقبل لكم العجينة ما عندكم مناش تخافوا، تتقوموا بإكمال العملية وتنحطوا كل مربع حدا بعضياته على حسب الأولوية. ومن تكملوا في تشكيل جميع الكويرات تنعاودوا نبداو بأول مربع قمنا بتشكيل ديالو، وهو اللي تنبسطوه في هاد الاثناء. تكون شعلت عفوا على النار، على المقلة تكون ساخنة، ما تكونش سخونة بزاف عاوتاني، غير حرارة تكون معقولة سخونة، ونفس الوقت درجة الحرارة اللي نقوم بطهي المسمن عليها تكون ماشي ناقصة وماشي مجهدة، متوسطة الى مرتفعة. كما شفتوا معايا انا مجرد ما حطيتها فوق النار سنقوم بالتحريك ديالها، ما سنغفلش عليها، سندورها في جميع الاتجاهات، سنقلبها ونعاود نقلبها. هذه الطريقه تتخلي المسمن ياخذ واحد التحمار او لا واحد اللون اللي هو زوين وموحد ما امكن، وفي نفس الوقت تساعد المسمنه انها تنتفخ وتجي مورقه من الداخل. كما غتشوفوا معايا واني صورت جميع المراحل ديال الطياب كذلك ديال المسمن باش هكا ينجح لكم ان شاء الله. نتمنى انكم تخليو لي التعليق ديالكم على هذه الوصفه اللي هو مسمن تيجي زوين وهشيش بنين بشهاده الجميع. هذا المسمن المغربي اللي كما هو معروف عند الجميع يمكن لك تقدميه للضياف، وهو دائما حاضر في الموائد المغربية بشكل مكثف وكثير، سواء في رمضان او لا في الاعياد، صباح الاعياد تفطروا به، هو دائما حاضر معنا في جميع المناسبات. كما تشوفوا معايا انا عاودت، هذا هو السمك اللي سنقوصوا فيه المسمنة. كما تشوفوا ما تكونش رقيقة، ما خصناش نبسطوها حتى تولي بالينا سطح العمل، تكون تقريبا واحد 2 مليمتر او 3 مليمتر كما شفتوا معايا في الفيديو، وما تكونش غليظة في نفس الوقت. للتذكير كما سبق وقلت لكم التحريك في جميع الاتجاهات باش نحصلوا على لون موحد ضروري جدا، ماشي غير العجينه او البسط ديالها اللي مهم في المسمن، وانما كذلك طريقه الخبز او طريقه الطياب ديالو فوق النار مهمين بزاف من اجل انجاح هذه الوصفه. أتمنى أن الوصفة تكون واضحة بطريقة جد مبسطة للمبتدئين، وكذلك بالنسبة للأجانب اللي بغاو يجربوا هاد الوصفة ديالنا. كما تنتمنى أنكم ما تبخلوش عليا بالإشتراك في القناة إذا كنتوا أول مرة غتشوفوا القناة، والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبالنسبة للمتتبعين ديالي الأوفياء نتمنى أنكم تبارتاجيو هاد الفيديوهات باش القناة ديالنا توصل لأكبر عدد من المشتركين، اللي الهدف ديالنا ماشي هو 1000 أبوني وإنما 10000 أبوني كمرحلة أولى، وهكذا باش نقدر نستمر في العطاء. وما تنساوش قبل ما تخرجوا من الفيديو الضغط على زر الإعجاب أو لايك إلا عجبتكم الوصفة، وإلا ما عجبتكمش على ديسلايك، ماشي مشكل، كلشي بحال بحال. وما تنسونيش من التعليقات ديالكم اللي تتفرحني بزاف، ما تخيلوش السعادة اللي تكون فيها وأنا تنقع فيها. شكرا لكم.